دكتور علي، احنا عارفين انه في دكاترة انف واذن بيعملوا عمليات تجميل الانف، ايه الفرق بين ده وبين دكاترة التجميل العاديين؟ طبعا حضرتك عارفة ان دكتور الانف واذن بيدرس الصفة التشريحية بدقة للانف من الخارج ومن الداخل. بعض دكاترة انف واذن بيبقى ليها دراسات متقدمة عن الحكاية دي، مجرد اللي هو الصفة التشريحية، ان هو بيدرس كمان الصفة الجمالية. طبعا تجميل الانف بيحتاج لان الجراح يكون عنده حس تجميلي، وبعدين بيعرف يتصرف في العيوب المختلفة. قد تكون حاجة عيوب خلقية، او قد تكون عيوب حصلت نتيجة إصابة أو مرض أو أي حاجة من دي، فعملت نوع من الشكل غير مرغوب فيه بالنسبة للمريض أو المريضة. طبعا ممكن يبقى في جزء تاني غير التجميل في العملية دي، بيكون خاص بالوظيفة. الوظيفة دي بتبقى ممكن الأنف من الداخل فيها بعض المكونات اللي تعمل ضيق في التنفس، يعني مثلا الحاجز الأنفي يكون معوج، والحاجز الأنفي ده بيبقى فيه منه جزء غضروفي وجزء عظمي، فممكن أي منهم يكون معوج. في غضاريف الأنف أو بنسميها قرنيات الأنف، دي ممكن تتضخم تقوم تقفل التنفس، فيبقى العيان كده عنده المشكلة دي. فالحقيقة جراح التجميل من أنف وأذن بيبقى دارس الجزئين دول، جزء الوظيفة وجزء الجمالي، فممكن إن هو يعمل نتائج كويسة بإذن الله في الموضوع ده. شكرا لحضرتك جدا. عفوا.